زميل محمد بن بريك المري. مشاهدينا الكرام، تأتي الآن انطلاقة شوط الختام، ولكن نذكر بأن التتويج ولحظات التكريم سوف تكون بعد ختام هذا الشوط، الشوط الذي يعبر عن انطلاقة مسك ختام منافسات اللقاية في هذا المهرجان. إذا ننوه على مالك زيارة محمد بن زايد بن خلفان المنصور التي انتزعت الخنجر الفضي، وكذلك على مالك الجوكر منصور بن سعد الحبابي التوجه بعد نهاية الأشواط هناك إلى مكاتب اللجنة من أجل لحظات التكريم والتتويج. أما الآن سالم بن علي الحبسي يتواصل معكم بالتعليق على هذه المنافسات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أحييكم من هذا الموقع، من هذا الميدان، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وفي هذا المساء الجميل مع سن المفاجآت، سن اللقاية لأبناء القبائل، شاهدنا الشوط الرئيسي وصاحبة الخنجر الفضية اللي هي زيارة المملوكة السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، نجم هذا الموسم. قاطع المسافة في 7 دقائق 34 ثانية، 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لنجم هذا الموسم سيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والتهنئة أيضا لمحمود بن محمد الوهيبي، أعلنت على بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، ختام أشواط هذه الفترة المسائية، وهناك السيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول مباشرة مع أول المراكز الشاهينية حمد بن راشد بن رايح المري، من يأتينا على أول المراكز بينما ثاني المراكز هناك شعار قائد المصانع الجنوبية مع الدانة غصابرة عطيرة العامري يتواجد، من قدم لنا خيال في هذا المساء. المركز الثالث، أعود إلى المركز الثالث، نصايح سيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري نجم هذا الموسم يتواصل مع نصايح مع ثالث المراكز. النقلة مباشرة مع رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء، الذهب لسيد حمدان بن سالم بن هيان العامري، من تأتينا على رابع المراكز، ولكن التدخلات من الجانب الآخر، التحديات والانطلاقة من الجانب الآخر، ما شاء الله تبارك الله، وصلت اللي هي سرابة محمد بن ناصر بن فهيد، هي من غيرت الأمور وانتقلت